مرحبا بكم جميعا. أنا سعيد بالتواجد معكم هنا، إنه حلم يتحقق في هذه اللحظات أن نتواجد في ملعب البرنابيو بجانب فريق ريال مدريد، و حلمي القادم هو أن نفوز بلقب أوروبي آخر. سأحاول أن أتحدث الآن قليلا بالإسبانية لأجرب لأختبر معرفي شيئا ما. هذا حلم كبير أن أتواجد معكم وسأتحقق الأفضل لفريق ريال مدريد. شكرا جزيلا لمنحي هذا الفرصة الكبيرة. مرحبا مدريد. صور تقديم قميص جاريت بيل وهو يحمل رقم 11 هنا على الشاشة مع رئيس الفريق فلورنتينو بيريث. جماهير غفيرة، زيد من 20,000 متفرج حج إلى جنبات الاستاديو برنابيو ليعيش هذا اللحظة، لحظة تقديم اللاعب الإنجليزي القادم الجديد من فريق توتنهام هوتسبير لينضم إلى فريق ريال مدريد. تبنى أيضا أولى كلمات جاريت بيل باللغة الإسبانية ليتقرب.